فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. هذا يسأل يقول: يوم الجمعة يا شيخ نرى البعض من الناس يتخطى الرقاب ليصل إلى الصف الأول مع أنه مكتمل، ثم يقوم بإزاحة أو التفريق بين الاثنين ليجلس. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. أولا أنه يتخطى الرقاب، والذي يتخطى الرقاب يقول اتخذ في الحديث أنه اتخذ جسرا إلى جهنم، فلا يجوز تخطي رقاب المصلين إلا إلى فرجة في الصف يريد سدها، فلا بأس بذلك. إذا رأى فرجة في الصف ولم تسد فإنه يتخطى إلى أن يسدها. أما إذا كانت الصفوف مكتملة فإنه لا يتخطى الرقاب ويفرق بين المصلين ليوجد مكانا له، بل إنه يقف في المكان الذي يتيسر له.